اتخذه ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من جعل القدس عاصمة رسمية للكيان الصهيوني هو عمل خطير من العديد من الأوجه وضد الشرعية الدولية ضد الخصوصية ديال مدينة القدس. هذه الخصوصية التي أعطتها الأمم المتحدة والتي ضربها عرض الحائط هو استفزاز للأمة العربية وللشعب الفلسطيني وللأمة الإسلامية وللشرعية الدولية ولمختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إنه تعجيز للصهيونية التي احتلت أرضا ليس بأرضها. هذه الصهيونية التي دأبت منذ نشوئها على يد الأمريكان وحلفائه وعلى عن طريق الإمبريالية وعززت بالمال والتكنولوجيا والعضوية في مجلس الأمن. أمريكا تعود من جديد وتستمر في مساندة الكيان الصهيوني. لم نفاجأ بهذا الاعتراف، فأمريكا دأبت على مساندة الصهيونية منذ نشائها وهي التي عجزت نشوئها. أمريكا دأبت على مقاومة مطامح الشعوب، ونتذكر غزوها للفيتنام والمذابح التي قامت بها في فيتنام، ونتذكر ونعيد التذكير بأن أمريكا كانت دائما ضد مطامح الشعوب وضد الشرعية الدولية وضد حقوق الإنسان، وساهمت في العديد من انقلابات ضد الأنظمة الديمقراطية وضد مطامح الشعوب وضد العديد من الرؤساء الذين انتخبتهم شعوبهم. هذا ما شاهدناه في العراق وفي سوريا وفي أمريكا اللاتينية وفي أمريكا. إن هذه الوقفة هي وقفة لفائدة حقوق الإنسان، لفائدة الإنسانية وفائدة الشرعية الدولية. إنها عندي إدانة للأمريكا وإدانة للأنظمة الرجعية التي تقف وراءها وتتحكم فيها أمريكا وتتآمر على قضايا شعوبها وقضايا الفلسطينية. إنها قضيتنا قبل أن تكون قضية فلسطين.